ماذا تقولون في قول بعض الفقهاء ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فقد حرم أكله مع ذكر بعض الأدلة نفيا أو إثباتا؟ نعم، أما هذا فأنا ما أعلم يعني خلافا في الشيء الذي ماذا أمر بقتله أنه يعتبر محرما، والله المستعان. أما من حيث الأدلة فلا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل، والله سبحانه وتعالى يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في المأكولات الإباحة، لكن ما ورد الدليل بحرمته فذاك، أو ورد دليل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتله فكذلك أيضا. ما هو أعد السؤال؟ يقول ماذا تقولون في قول بعض الفقهاء ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فقد حرم أكله؟ ما نهي عن قتله فلا، مثل يعني الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل الضفدع وقتل ماذا؟ وقتل الصراد وقتل النمل والنحلة والهدهد والصور. نعم الهدهد والله. فماذا يا أخواننا؟ فالمهم أن النهي ينبر، أما الذي يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله فالذي يظهر أنه يعتبر محرما، والمنهي أمر سهل الأمر. الأصل أن الله سبحانه وتعالى أباح، أن الأصل إلى الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا. عندك شيء يا عبد الله عبد الرحمن تقوله؟ يعني كما قلت بالنسبة للذي أمر بقتله، يعني هو حرام أكله على الراجح، وإلا المسألة فيها خلاف. نعم. بعض العلماء المحققين يقول ليس في هذا دليل على الحرمة، لكن قول أكثر أهل العلم على أن ما جاء الأمر بقتله يكون محرما، وإلا لو كان مباحا أكله لماذا يأتي الشرع ويأمر بقتله وإتلافه؟ وأيضا ما نهي عن قتله يكون له نفس الحكم، لأنه لو أبيح لنا استخدامه وأكله فما كان ليأتي الشرع ويحرم علينا قتل هذا الحيوان. هكذا يقولون، الله أعلم. طيب حبيبك الله، جزاك الله خير. تفضل.